وصلتك رسالة من الكنوز الصينية، يرجى الاستماع إليها. وصل إلى مدينة تشانغ آنغ وفد سوغديانا من دولة سمرقند في الشهر 11 للعام 9 من عهد تشانغ وان لأسرة تانغ الملكية. أهدى الوفد إلى الإمبراطور لي شي مين خوخاً ذهبياً كبيراً مثل بيضة الأوز. كيف كان طعم الفاكهة؟ لم نستطع التصور، لكن الأشياء الفاخرة التي كانت معها لا تزال لامعة أيما لمعان. كأس العقيق بشكل رأس حيوان ذهبي، إناء خمر، والعقيق هو نوع من المعادن الغروية. على الرغم من وجود المعدن في الصين، لكن الأكثر والأجود جاء من الخارج، والعقيق الكبير الحجم نادر للغاية. أما تجويفه ليكون كأساً فمن المعجزات الصناعية. كأس العقيق لونها الأساسي أحمر غامق، عليه خطوط بيضاء وصفراء، نجدها دائماً على الحجر أو على فروة الحيوان. وقد حفر الحرفي في الطرف الأصغر رأس حيوان ورصع فمه وأنفه بالذهب، ويمكن تفكيكه كما تشاء. هذه الكأس على شكل قرن، وفي طرفها رأس حيوان، وهو ما أطلق عليه الغربيون لايتونغ. ظهر كأس لايتونغ أولاً في الإمبراطورية الآشورية من بلاد ما بين النهرين، وفي عصر أرتشيمينيد لبلاد فارس. وفي معتقد الإقريق لدينوسيوس، تعتبر كأس لايتونغ شيئاً مقدساً، يمكن أن تمنع التسمم إذا سكب الخمر فيها. والناس كانوا يرفعون الكؤوس المملوءة بالنبيذ عالية، ويجعلون النبيذ يسيل ببطء حتى يصل إلى ثغره مثل خيط الرقيق. قدر بعض الناس أن كأس العقيق وصلت إلى سهول الصين عن طريق القوافل التجارية لسيوك ديانا، إذ كان أهلها يحبون الخمر فيأتون مع قوافلهم بفن زراعة العنب وصناعة النبيذ، وإلى جانب ذلك جاءوا بثقافة الخمر من بلدهم إلى بلاد أسرة تان. تشاهد كثير من أواني الخمر على شكل قرن في مآدب مناسبات سوق ديانا، وقد سجلت النقوش على أحجار التابوت تلك لحظات الشرب الفرحة والمريحة. بالإضافة إلى النبيذ وأواني النبيذ، جاء أهل سوق ديانا بكثير من الأشياء التي حصلوا عليها من بلاد الغرب ونقلوها إلى الصين. فالحيوان مثل الفهد الكبير إلى الكلب الأليف الصغير، والحاجات الأخرى مثل الأزياء والأطعمة والخيول والأحجار الكريمة. من القرن السادس الميلادي إلى القرن التاسع انتقلت الثروة والحيوانات النادرة والأحجار الكريمة من شتى أنحاء آسيا إلى بلاد تانغ الصينية عن طريقي الحرير البري والبحري. الذين جاءوا ليس سوق ديانيين فقط، وأهل بلاد فارس كذلك، وقد جاءوا بالمهارات والفنون الجديدة. وقد بهر جمال الأشياء الأجنبية، الغريب والمنفتح والرائع والساحر في غضون لحظة عيون شعب الصين في أسرة تان. كأس عقيق في شكل رأس حيوان ذهبي اكتشفت في 5 أكتوبر عام 1970 في موقع عمل بناء لقرية خاجا من ضاحية شيئان الجنوبية. لقد تم استخراج نحو 1000 قطعة من التحف الأثرية، وهذا هو المعروف بإحدى الخزائن لعصر أسرة تان. أوراق زهور مكونة من خيوط الذهب، والزهرات المتفتحة، والطيور الفاتحة الأجنحة، والذيول والخيول الراقصة، كلها دقيقة التشكيل ورقيقة الصنع. والذهب عليها مثل ضوء الشمس، والفضة عليها مثل نور القمر. هي المستوردات وصلت إلى الصين من بلاد الأجانب، وأضفت على عصر الصين الأبهى رونقاً وجمالاً. من لذة النبيذ في الكأس المضيئة، لاحظنا أن تلك الإمبراطورية، إمبراطورية تانغ الصينية، كانت تتنفس بقوة فريدة لا مثيل لها، وتتباهى بازدهارها وافتخارها البالغين.